صباح النور الاخوان عليكم. شو لا ما نعرف كي دايره هنا في الشروق، تبارك الله اللهم بارك سبحان الله. هنا في الشاون، وهذا الفلوق غيكون في الشاون ومغامره جديده، وغتساروا معايا عاوتاني ونوريكم اهم المناطق اللي كاينين هنايا واللي تزوروهم مع الصباح الباكر سبحان الله. هنا كنفيق بكري مع 6 الصباح، 7 الصباح كنوض بكري. هنا الدار اللي كرينا هي هذه كما كتشوفوا، نوريكم. يا سلام، يلا نفطروا ونتجهوا الى هناك. الى هناك الاخوان، بخير لاباس عليكم؟ صحه لاباس. حنا عاوتاني في مدينه جديده كما كتشوفوا، حنا في الشاون ونوريكم عاوتاني المناظر اللي هنا. المناظر هنايا هانتوما حتى الدار فيها في الشاون. الدراري معايا كيفطروا باش نتوكلوا على الله عاوتاني نمشي لكم في الشاون. الشاون ولا في الشاون، هما هادو، هذا هو البلان ديال المغرب. يلا المهم نكتشفوا المكان والامكنه وشنو كاين هنا، شنو كاين هنا. واحد القضيه ما زدتكمش، المركب، المركب من هنا ل من تطوان للشاون راه ب 35 درهم، باش تعرفوها وديرها في بالكم، ضربوا الحساب شوفوا ما بيناتكم. وهذا هو البلان ديال المغرب. واحد، جوج، ثلاثة. انتم الاخوان، هذه الطلعة اللي كطلعت ديريكت لراس الماء والمدينة القديمة، كاينة الطلعة وكاينة ديك الدخلة الأخرى. انتم الاخوان باش تشوفوني حتى هنا، أنا غادي وطالع بكم ونتسالى بكم. هذا العشير، هذا حذيفة، كنيفة، لا حذيفة. شو شكون هو حذيفة ولا؟ المهم هانتوما خضرية، السميشة طالعة يا سلام. كما قلت لكم الطريق هذه كدي، بغيتي تطلع من هنا طلع الجبل هيه، بغيتي تطلع من هنا عاوتاني طلع للمدينة القديمة. هذا هو البلان. نساليكم معايا هانتوما. هانتوما واحد الواد هنا خضرية يا سلام، طبيعة والاستجمام والراحة النفسية، فهمتوا القضية؟ الساشية هانتوما. كاين هنا كما قال لكم راس الماء، كاين هنا راس الماء. تنوصلو ونقول لكم شنو الأماكن اللي يمكن لك تزورهم في البلاصة هادي. هانتوما الحياة السعيدة والقاعدة و... هانتوما الإخوان، أنا نضرب السيوارة مع هاد بوكيمون. هاهو هذا صبريوني، صبريوني اوف كورس. لا لا مش صبريوني، قاع الاخ اللي كيصور، ها المصور مغربي حتى هو، سامعني مغربي. ها انتم يا شوف شوف اسمعوا المياه العذبة والاستجمام والراحة، كتحس بالراحة، بغيتي ترتاح ادخل هنا وارتاح وعاد طلع الفوق. هي هاد الفنكوش هذا في الطريق باغي يستقبلنا. كي داير بخير؟ لاباس عليك؟ يلا باي باي، الله يعاونك. انتوما خضرية كي داير يا سلامة. واحد المشيشة شافتنا وهي تهرب، وجي غنسلم على المشاهدين. يا سلام احلى الكلام. احنا طلعنا للمدينه الزرقاء، المدينه القديمه هانتوما الاخوان. كيبان لكم دابا الفروعيه، الف نكوشه هانتوما، القطط على اخرى. اش اش انت تصور اجي هانتوما. هاي هي الطشاونيه. يلا باي باي اخوان. هذا راس الماء تال الفوق، كيبقى غادي تال الفوق، فهمتوا البلان؟ هو هذا، هذا حتى هو من اهم بلايص اللي خاصكم تشوفوا فيها راس الماء. انتم معروفين هنا هاد. ها فين كاين؟ عاد الدخلة تلقاوه هنايا. ها
انتم مور هذا السور كاين داك راس الماء وهذا الطريق كما كتشوفوا غادي الناس هي اللي كتطلع ديك المدينه القديمه فين كاين دوك الديور الزرق وكذا وكتطلع حتى لذاك الجبل انا حنا اللي غاديين ليه دابا الا بقى لنا الوقت انا غنصور لكم المدينه الزرقاء ما بقناش الوقت غنديروا النهار الثاني ان شاء الله كما كتشوفوا هذه الطريق ها هي وهو راس الماء هذا يا سلام شوف شوف تبارك الله اللهم بارك سبحان الله العظيم سبحان الله داكشي ديال الله ها خضريه شوف شوف يا سلام كما كتشوفوا هذا مع هذا الجليج هذا كيتصور بنادم بزاف هنايا كما كتشوفوا بحال هذا البنت هذه كتصور هذه البلاصه هذه كيتصوروا معاه شوف شوف على المناظر هنايا داكشي ديال الارتيزانه ديال الصناعه التقليديه كيجيو التصويرات هنا مفرقعين ناضين ها انتم الاجواء شوف شوف تبارك الله شوف شوف الخضوريه اللهم بارك سبحان الله العظيم كاين هاد المرابط هنا هما كتساراو معانا عاوتاني دابا انا غنشدو الطريق عاوتاني للفوق اللي قلت لكم داك الجبل فين كتبان الشمشاو كامله تما ها المجموعه ودابا غنشدو الطريق بقى ليا وقت غنزيد نصور لكم من تحت ما بقاش ليا الوقت غنصور لكم حتى بالليل داكشي غيبان ناضي كناضي دابا غادي الجبل كاين واحد المنظر تما ناضي نضربو شي تصويرات ونخليهم لكم نتوما في الفلوق والمهم انا كنساليكم معايا ها نتوما هذه هي الطلعه ديال الجبل ها هي الحكيمي راهو قدامي حكيمي تحياتي اخوان السيد كيرسم هادشي الله يسهل عليه الله يسهل الجميع هانتوما هانتوما كيرسم هانتوما شنو المنظر عاوتاني الله يسهل عليك اخي تحياتي ها انتم على منظر عاوتاني اخوان هذا هو ممر راس الماء السياحي هنا ممر ديال راس الماء على امتداد 500 متر الهدوء التام اخوان ها هو الممر اللي كيطلع على المدينه القديمة وهذا هانتوما الإخوان بوكيمون عارفين حيد عمر نجم حيد ها انتم الاخوان عاوتاني نبان لكم حتى انا عاوتاني وعاوت ثالث وعاوت رابع هذا هو البلان ها انتم المنظر ولكن هنا الشمس ما كيبان داك الشيء كيبان والو السلام عليكم ها انتم الاخوان نساليكم معنا تنجم غادي للفوق نشوفوا المنظر نخليكم حتى التصويرات في هذا البلوك هذا ها هي انا عاوتاني كارم هنا عاوتاني راه داك الشيء الرولاكس بغيت الترولاكسا دينا ترولاكسا بانوا معنا الاخوان مازالوش معنا في البلوك بوكيمون ها هو هو دري ها هو هو فين هو حذيفه؟ ها هو حذيفه اليوتيوبر الثاني ها هو واحد المنظر شافو عمر غنصورو لكم حتى هو سيلفي معايا الجامع الصغير الجامع الصغير داكشي يا سلامة صافي
لي توب عمر اللي شافو عمر هذا الانسان هذا ما كيبغيش يتصور حنا كنصوروه صح مسكين قبل علينا عندك ما دير انتوما مازال الدراري طالعين وحنا طالعين احو دافع عاوتاني في الطريق معنا مره كيسبقني مره كنصفو وهي غاده مشينا هاتي لونطريمو هنايا ترينيك اصلا من راس النار انتوما شوفوا الاخوان انا ما قطعتش هذا الفيديو كاع نخليه بابا هكا البارح كنت ضربت واحد الصدقه هي هذيك فعلات هركه والله وليت شويه قلت لهم والو خاصني نطلع واخا الرجل مسكينه مروره ولكن دايز عواش كيما قال حذيفه شي كامل بس تشوفوا عاوتاني هذا المنظر هذا انتوما غير ندير لكم السينيماتيك نبان عندكم انا عاد نوريكم السينيماتيك يتوب يلا دابا نخليكم مع السينيماتيك هذا هو المسجد الاسباني المعروف في المدينه هذا المسجد الاسباني كما كتشوفوا دور لهم البان ودور لهم العلم الرياضي ها انتم هنا فيني عاوتاني هنا كيطلع على المدينه كامله كتبان لكم زغيدة حافظ ها انتم الاخوان هنا كتبان المدينة كاملة كما كتشوف ها انتم والراحة والسكون والترو لاكسا وصوت الطوموبيلات ولكن بعاد ها بنادم عاوتاني كيطلع هنايا كيطلع الفوق علاش كيطلع الفوق باش يتشد مع الغروب فاش كيجي الغروب كيجي واحد المنظر ناضي رائع الاغلبيه كيطلعوا هنا وكيريحوا حتى كيجي الغروب باش كيجي يتصاور ناضين ها انتم هنايا دابا راه الشمس ما غايبان لكم حتى لعبه ولكن في الغروب كيجيو التصويرات رائعين غنبقاو هنا حتى الغروب باش ندير لكم التصويرات وتشوفوا التصويرات كي كيطلعوا داكشي يا سلام وهذا هو البلان ولد المغرب ماشي امريكان ها انتم الاخوان كما كتشوفوا كتبان لكم مدينه كامله يا سلام هادشي شي الجو كي داير وعلى منظر كي داير على فيو هنا كيجيو الناس هنايا كيطلعوا حتى كيجي الغروب كيستمتعوا بداك الغروب وكاين اللي كيجي كيتصور مع الغروب هذا المسجد الاسباني ها انتم الاخوان شفتوا البلان دابا شحال ديال الناس اون فوا كيجي الغروب كيريحوا كيتصوروا شحال ديال الناس 14 Yeah.
وانا هبطنا حتى الليل ها عاد هابطينها الناس عاد هابطين حنا بعدا المهم صلينا المغرب الله يقبل الجميع ناضي والله الا ناضي شرف ناضي شي رائع ناضي كان ناضي والاخوان غنختموها هنا مع هذا المنظر الرائع شوف اوه ماي جاد Amazing. Thank you.
لكم السلام عليكم. هذا النهار الثاني في الشاون. حنا البارح مشينا مع الطلين ما وريتكمش المدينه القديمه وراه صورت لكم شي لقطات بالليل. المهم هنا غنصور لكم عاوتاني ونقول لكم شنو من اهم المناطق اللي خاصكم تزوروها. كاين هنايا في الشاون كاين راس الماء وكاين هو اللي وريتكم البارح غادي تكون فيها تاوه في الفيديو. وكاين ساحة قطاع الحمام وكاين حي السويقة وكاين القصبة وكاين الجامع الكبير وكاين الجامع الاسباني هو اللي صورت لكم. المهم غنكتشفوا دابا شنو كاين من الاخير. داكشي اللي جيت الصباح باش تشوفوا داكشي في الصباح صورت لكم بالليل وفي الصباح داكشي. يا سلام هذا هو البلان. تابعوا معنا. هادي الدخلة وهادي هي الدخلة. هانتوما هادي الدخلة عاوتاني الأخرى. هنا إين فوق كدخلو كيبان لك كلشي زرق عاوتاني. هاد المرية هادي كلشي زرق. حذيفة هو ديما حاضر معايا. حاضر صديق رفيق. ها انتم واحد هو عندنا في الشارع. ها انتم غادي تطلعوا كتطلعكم. ها هي ديما الفازيل الجمهور ديالك. تحيه ليكم كاملين. غير هو اللي مازال مشارك شايف القناه وشي لايك تما. يتشوف عليكم. هذا هو البلان. المغرب ماشي امريكا. هذا المغرب ماشي امريكا. شي يا سلام كي كتسمعوا مدرسه لاله فاطمه. ها هي مدرسه لاله فاطمه. ها هي اربس لكم البيض عاوتاني باش نبانوا مع الزرق. هانتوما الاخوان هذه حي السويقه كاين مع هذا الشارع. هذا كاين هذيك ساحه وطاء الحمام هنا غنوصلوا ليه تما. وكاين الجامع الكبير اللي كيقول لي الجامع الكبير انا نوصلو نوري لكم قريب من هنايا مع هذه الهبطه. هذه حنا غادي ليه دابا. وكما كتشوفوا راه زاهيه القضيه هنايا ومزوره القضيه مشمشه والجو تاع الجو زوين. غنوصلوا تما. هانتوما الاخوان هذا هو المسجد ديال الهاو. شوف كيبان ياك اخي وريو وقتاش تبنى هذا الجامع الكبير. بني هذا الجامع على يد الامير محمد بن علي بن الراشد في فتره حكمه بين سنه 947 هجريه و 963 هجريه كما كتشوفوا هي هذه. شوفوا هذه ساحة الوطاء الحمام وكاين حتى الجامع الكبير. هي هذه ساحة الوطاء الحمام. هي هذه هذا هو البلان. وهذه المغرب ماشي امريكان كيف العام. ديال الحي السويقة. هانتوما الاخوان عاوتاني هنا بكرة. لا بغيت تطرو لاكسا دخل هنا وعجبني واحد المنظر بغيت نبارطاجي معكم. هانتوما هاد البصالي عاوتاني شي كبير هذاك شي. يا سلام عاوتاني هنايا شي. يا سلام هانتوما شي هو هذاك داكشي ناضي كناضي. يلاه بيس ليكم تحية ليكم. هانتوما
ونزيدو نتساريوكم شويه. ها انتما نساريكم في هاد البلاصه هادي كالم، كتحس بالهدوء حتى انت كتولي هادي كتبقاش كتصلا. هانتما عاوتاني هاد البلاصه عاوتاني، هادي التصاور عاوتاني شتو البلاصه ديال التصاور. كنكثر دابا على راسي الخدمه، شحال خاصني نقطع وكذا ونفصل ونخيط باش نطلع لكم فلوق ناضي، ولكن عاوتاني نتوما خاصكم تكونوا ناضيين معنا. ها نتوما البلاصه عاوتاني الدراري، راه سبقونا الاقشور، غنصور لكم الاقشور بوحدو باش ما نخلطش لكم القضيه. يو شفتوهم بوحدها واقشور بوحدها. ها انتم هاد البلاصه هادي كيقول العائلات زاويه العائلات العمراتيه، اسست هذه الزاويه معروفه بالزاويه التهميه سنه 1122 هجريه وتجددات في 1410 هجريه. كما شفتوا هي هذه الزنقه وكذا احياء الشعبيه. وهنا غنخليكم وغنتحركوا، حذيفه تا هو راه كيصور لكم فيديو، والفيديو ديال اقشور بوحدو غنخليه بوحدو عاوتاني باش ما نرونوش القضيه. وانتم غاديين معنا عاوتاني، انتم عاوتاني هاد البلاصه ديال سلام. انا طرا واحد البلان العالم الجديد دابا، هادي دار وحنا انا كيسحبني درب، انا غادي معاه، بقيت غادي معاه داخل داخل تبان لي الفران سكي طيبو تما، وعاد وانا نقلب ست سعود. انا هادي عالم الجديد يناديكم السي داخل معايا، تا حذيفه داخل معايا هنايا، تبان لي البلان انا غنطل هنايا، مازال انا عاد نطل، انا طليت هنايا وقلت لي يلا سير 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 عالم جديد، يلا تهلاو لي فراسكم وانتظروا الفيديو ديال اقشور عاوتاني ان شاء الله. يتشاوب عليكم ودور بلان، خليكم شويه مع